من أكل مالا عاما ولا يستطيع تقديره؟ يسأل أهل الخبرة ويحتاط وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، فلينظر إلى تقدير يكون غير مشحف وفيه احتياط لنفسه، فإذا قدره وعرفه يكون ذلك المال كأنه في ذمته، وحينئذ يتصل بعدلين من عدول المسلمين ويسألهما بالنيابة عن المسلمين أن يقرضاه ذلك المبلغ، فيقرضاه ذلك المبلغ قرضا، فيكون المبلغ حالا مملوكا له هو وربحه مملوك له وهو حلال له، ثم يؤدي قرضه بتقسيط كل شهر يدفع إليهما مبلغا معينا يصرفانه في مصارف بيت المال أو في المصارف العامة.